التيار الصدري اذا تريد تخليه الان تحت المجهر وتحلل المنطلقات مالته، هو تيار عقائدي يؤمن بالقياده الرمزيه. هو حتى ما عنده ايديولوجيه يؤمن بها. هو يختلف مثلا عن الاخوان اللي يؤمنون بولايه الفقيه. اللي يؤمن بولايه الفقيه يؤمن بالمنهج دائما، حتى في ايران الان ايران ولايه الفقيه. يعني ليش الرمزيه مال السيد الخامنئي شويه؟ الان هم وصلوا الى نهايه النفق. احنا نعرف كل الزين، هم ما عندهم مشروع. نعرف كل الزين ما عندهم خطه، ما عندهم. هسه باكر لو سووا توافق ايش راح يسوون؟ يروحون يجيبون فد واحد خوش ادمي يخلونه رئيس وزراء. ايش راح تختلف الامور؟ تختلف شيء؟ ما راح تختلف. سنه سنتين راح تلقي نفس المشاكل، ما راح تنحل شيء. ليه؟ راح يجيبون واحد على قدهم. لذلك احنا في بعض الاحيان نقول لهم يا اخوان روحوا للاغلبيه، لان على الاقل خلي واحد يتحمل مسؤوليه. يعني احنا من اليوم ندعم التيار الصدري في انه ينادي بالاغلبيه، سواء كان هذه النداء بالاغلبيه حق او باطل احنا ندعمه. ليش؟ لان نريد واحد يتحمل المسؤوليه، واحد يقول والله هاي حكومتي، هذا رئيس وزرائي، هؤلاء وزرائي، هذه خطتي. على مود ورثه اذا فشل مو يطلع هو ويانا همين بالمظاهرات ويروح يقتحم الخضراء. طيب لا. طيب طيب يا لما الدكتور قصي محبوبه الذي يسم بالسياسي الليبرالي يدعم مفهوم الأغلبية الوطنية، الأغلبية الوطنية كمفهوم ومصطلح جاء به السيد الصدر، السيد الصدر يحسب من الإسلام السياسي. سؤالي هنا، السيد مقتدى الصدر انتقل بمنهجية سياسية بعيدة كل البعد عن منهج الإسلام السياسي، يعني بات يعرف ويدرك أنه منطلقات أو وجود الإسلام السياسي ضعيف جدا. الرجل كان ذكيا إلى الحد الذي أنتج هذه الفكرة، يمكن القول بهذا؟ التيار الصدري إذا تريد تخليه الآن تحت المجهر وتحلل المنطلقات مالته، هو تيار عقائدي يؤمن بالقيادة الرمزية. هو حتى ما عنده إيديولوجية يؤمن بها. هو يختلف مثلا عن الإخوان اللي يؤمنون بولاية الفقيه. اللي يؤمن بولاية الفقيه يؤمن بالمنهج، عنده منهج وبالنتيجة يتبع ويطيع هذا المنهج. أما التيار وهو جزء من الإسلام السياسي. أما التيار الصدري نعم هو جزء من الإسلام السياسي، ولكن ليس ما عنده إيديولوجية سياسية بالإسلام السياسي. هو عنده رمزية قيادية يتبعها في الوقت. حزب الدعوة همين إسلام سياسي، ولكن لا، عنده إيديولوجية سياسية بالإسلام السياسي متبع لها. إذن إحنا اليوم نتكلم عن إسلام سياسي، ولكن في داخل هذا الإسلام السياسي كل واحد له نمطية تختلف. لكنه الواقع يقول الرمزية انتصرت على الإيديولوجية. عندما تقارن الدعوة بالصدر دائما تنتصر الرمزية على الإيديولوجية دائما، حتى في إيران الآن إيران ولاية الفقيه. يعني ليش الرمزية مال السيد الخامنئي شوية؟ هل تتوقع أن ولاية الفقيه مع السيد الخامنئي هي نفسها ولاية الفقيه من بعد السيد الخامنئي؟ بالتأكيد لا. لكن إلى أي مدى ممكن أن تصمد الرمزيات؟ الإيديولوجيات مرتبطة بالرمزيات. إلى أي مدى ممكن أن ترتبط أو تستمر أو تصمد الرمزيات؟ هل هي عمل مرحلي مؤقت يعتمد على العواطف، أم يعتمد على ضخ الطبقة السياسية بالأفكار التي تبقي على الآخر مواليا؟ اليوم الرمزية تقدر تنجح لما تتنافس بداخل الإسلام السياسي مع الرمزيات الأخرى، ولكن إذا ما حسنت عملها، إذا ما قدمت مشاريع حقيقية، إذا ما أنتجت نجاح في إدارتها للسلطة راح تفشل حال أي إيديولوجية أخرى. طيب، لذلك اليوم إذا التيار الصدري استلم السلطة وفشل خلال سنتين، خب راح يفشل. صحيح جمهوره راح ينتخبه، بس أكو جمهور آخر راح ينتخب غيره. زين.